مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. وفي هالاثناء كتحضر معنا الاستاذه الجميله مريم الادريسي، محاميه وحقوقيه، ومناسبه اليوم العالمي للمراه ما يفوتش الاستاذه الفرصه انها تطرق لمجموعه من النقط القانونيه اللي مازال تناضلين ونناضل عليها. استاذه اكيد اكيد، ومعكم انتم كوجه اعلامي وليتوا كتمسوا كتلامسوا جميع القضايا المجتمعيه بما فيها من عيوب وكتعرضوها للنقاش، وهذا امر بطبيعه الحال يحسب لقناه شوف تي في. اليوم في هذه الندوه اللي نظمها الاتحاد الدولي للابداع والتنميه والتعاون الدولي، طرقت مجموعه ديال نقاط: الاتجار في البرشار، احترام الاختلاف، مدونه الاسره. خذوا واحد الملخص على هذه النقاط. هي اصلا ملخص، يعني صعيب نلخصها، لانه هذه الجمعيه بعدا اللي كنوجه لها الشكر والتحيه انها وجهت لي الدعوه من اجل المشاركه في هذه الندوه، الاتحاد الدولي للابداع والتنميه. بطبيعه الحال علاش كنقول بان الامور كثيره، وحنا ناقشنا في كثير من المحطات مجموعه من القضايا اللي حاولنا تسليط الضوء عليها بهذه المناسبه. واول ما ابتدات به باش هذه اللي مهمه يعرفوها الراي العام، هو انه كنقول لهم اليوم العالمي للمراه ليس عيدا للمراه، لانه دائما تنبقاو نقولوا راه عيد المراه، وبالتالي كيبقاو شي وحدين كيتزايدوا عندنا عطيكم غير نهار 365 يوم خص، لا، هذا كله نقاش غير قويم وماشي في المسار ديالو الحقيقي. لان اليوم العالمي للمراه هو يوم للذكرى ولت يعني التفكر ولتقييم ولي يعني استحضار ما تم المنجزات والاخفاقات، ونقولوا شنو يعني تقييم، نقولوا شنو دار شنو ما دارش. هو يوم عالمي ليس للمراه، لقضيه المراه اللي هي قضيه مجتمع، اللي هي قضيه رجل ومراه، شنو قش ماشي مساله هي قضيه نساء، هي قضيه مجتمع، يعني كل مجتمع رجال ونساء معنيون بحقوق النساء، لانه الا بدينا كنجزؤوا الفئات دونك حنا ما بقيناش كنحترموا المنظومه ديال حقوق الانسان في كونيتها وشموليتها وعدم قابليتها للتجزئ. إذا تكلمنا على المغرب في هذه العشرية الأخيرة، المغرب كان رائدا، باش نكون نقول بصراحة، رغم ما أحمله في قلبي من آلام لما أعاينه وأتعايش معه من قضايا لما تنصش فيها النساء، ولكن المغرب كدولة مقاربة دول في مستواه، المغرب كان رائدا على مستوى الدستور، على مستوى مؤسسات وهيئات متخصصة، على مستوى التقارير المنجزة سواء كانت موازية رسمية وطنية أو دولية. يعني المغرب كان رائدا في قضايا حقوق النساء، ولكن لم يكن مكتملا، وكل كاين نواقص ونواقص اللي هي جسيمه ومؤثره في مسار اسر ومسار النساء، يعني والقضايا الحقوق ديالهم. مثلا قضايا النسب، كان وجدوا بانه بعض النساء الا ما قدرتش تثبت يعني العلاقه الشرعيه كتولي هي المسؤوله عن خطا لم ترتكبه وحدها، وكتولي مسؤوله على نفقه الطفل مدى الحياه رغم انه عنده اب ديالو. عندنا قضايا اخرى تتعلق يعني بتدبير اموال مكتسبه، مجموعه من النساء بعد 40 سنه وجدت نفسها في الشارع مع انها كانت يعني كتقوم لا بالعمل الانجابي ولا العمل ديال اعاله الاطفال واعاله العاجزين ولا المرضى اللي تيكونوا في الدار. فين هو تطبيق الموضوع؟ وكذلك كتكون خدامه على برا وكتقدر تساهم في الحياه الزوجيه ولكن ما تقدرش تثبت. اذا هذه النصوص كيفاش حنا وكذلك الولايه الشرعيه، راه عطيت المثال، وهذا من الامور الخطيره، لانه يعني ماشي انا كامراه ولا انت كامراه ولا بمجموعه من النساء كنساء معرضه للطلاق في كل وقت وحين، وكتولي كتحمل المسؤوليه بوحدها، ويقدر الرجل ما يعطي حتى شي درهم ويفلت من المسؤوليه ديالو، وفي نهايه المطاف كتلقى نفسها بانه اي تدبير اداري بغات ديرو خصها التوقيع ديالو، بغات تخرج غير هي وليداتها يسافروا غير لاسبان خصها تاخذ لوتوريزاسيون ديالو، بغات تصاوب الباسبور خصها تاخذ لوتوريزاسيون ديالو، مع العلم انه يقدر هو يكون عنده بليه ولا يكون ما كيتواجدش كاع في ديك المدينه اللي كتواجد فيها، ولا ما كيجاوبش في التليفون ولا ما بقاش كيتواجد من المدرسه. وهذه امور اللي انا كنقول مؤلمه ومؤلمه بزاف، لانه النساء كتلقاها مسكينه هي اللي متحمله مسؤوليه النفقه، وكتعمل داخل البيت وخارج البيت وتربي وتحن وتمحن، وفي نهايه المطاف توقيع الرجل اهم من كل ما تقوم به من مشاق واعمال. الحل يجب ان نغير الكثير من النصوص التي تحتاج الى تقويم وتصحيح لحتى نصبح في مصاف الدول الديمقراطيه الحداثيه الحقيقيه. مازال خصنا من ديرو. اذا شكرا لك الاستاذه مريم الادريسي، ودابا نقول عيد سعيد ولا نقول اش نقول لك؟ يوم عالمي، يوم عالمي منفتح على كل الانجازات ان شاء الله. اذا يوم عالمي لكل النساء، شكرا لكم، طريق السلامه. شكرا موصول لكم كذلك مشاهدي الكرام على حسن متابعتكم، في امان الله، الى اللقاء.